اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم وصفه جديده خفيفه وظريفه على قلوبكم. الوصفه ما كتحتاج المقادير وكتوجد دغيا البنات، يعني في رمشه عين. غنحتاجو كاس ديال الزبيب مقطع، وغنحتاجو كاس ديال الزنجلان، وغنحتاجو كاس ديال اللوز مقطع البنات كيف ما كتشاهدوه. غنحتاجو زلافه ديال الزبده مذوبه، وزلافه السكر كلاصي، وزلافه ديال الزيت. بالنسبه للزلافه البنات، شوفوا نتوما القياس اللي بغيتوا ديروا، القياس اللي عندكم ديال الزلافه تقدروا تعبروا به وتعبروا الطحين، ثلاثه ديال الزلايف ديال الطحين، يعني نفس الزلافه اللي غديروا بها الزبده وسكر كلاصي والزيت. غنحتاجو واحد الفانيلا، وغنحتاجو واحد معلقه، نص معلقه صغيره ديال الخميره الحلوه، وغنحتاجو شويه ديال الملحه. وصافي غادي نوليو دابا نعجنو الحلوه ديالنا. المهم انا خديت اللوز والزبيب والزنجلان، وزدت عليهم ديك الزبده مع السكر الثقيل ومع الزيت، وخلطتهم مزيان مع الفانيلا وديك نص معلقه صغيره ديال الحلوه، ديال الخميره الحلوه عفوا. بالنسبه للزبده البنات، انا راني درت 250 غرام ديال الزبده وذوبتها. غنوليو البنات للطحين. انا خديت ثلاثه ديال الزلايف كما قلت لكم، ثلاثه زلايف ديال الطحين. غنغربلهم ونزيدهم على الخليط ديالي. كيف ما قلت لكم البنات، راه الحلوه صراحه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، وكتجي غزاله البنات، كتجي كتذوب في الفم، كتفرتت بوحدها. وصافي البنات، كنعجنوا العجينه ديالنا ديال الحلوه. ها كيف كتجي، يعني كتجي رخوه البنات كيف ما كتشاهدوها. وغادي ناخذ انا المرشم ولا الطابع اللي كان عندكم البنات موفر، وديروه. انا غندير البنات جوج، غندير هذا اللي مدور، وغادي ندير هذاك اللي بحال المثلث. صافي البنات، غنستمر بحال هكا، يعني تنطبع ديك العجينه ديالي كامله ديال الحلوه. بالنسبه للفران، انا مسخناه على 170 درجه، وغنخلي الحلوه ديالي طيب مده 25 دقيقه.
بعد ما كنخرجوها من الفران ها كيف كتجي البنات، وكنخليها واحد مده ديال ساعه تتبرد لي، وعاد كندردر عليها سكر كلاصي. وكنتمنى البنات هذه الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها غتعجبكم، راه كدوب في الفم البنات، كتفرتت بوحدها وكتجي غزاله البنات، وداك الزبيب ومع اللوز والزنجلان صراحه كتجي غزاله. وغادي نديرها بحال هكا البنات في الكويغطات ونقدمها ان شاء الله في صحن التقديم. وصافي الحلوه ديالنا هي هذا البنات. شكرا لكم، شكرا على التعليقات ديالكم، على لي لايك، وعلى الدعم ديالكم ليا، شكرا لكم. وكنتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها، وشكرا لكم. تال فيديو جديد، مع السلامه.